أنا أقيم في مدينة كراكوف في بولندا. يجاورنا بعض الأسر من هذا البلد، وهم يحسنون جوارنا ويعاملون معاملة طيبة ونحن كذلك، فهل يجوز لنا الاختلاط بهم عائليا ومجالستهم ومؤاكلتهم رغم أنهم يحترمون ديننا فلا يفعلون شيئا من المنكرات بحضورنا، فهل يجوز لنا ذلك؟ لا ينبغي مخالطة الكفار والأنس بهم والاطمئنان إليهم ولو كانوا من الجيران، ولكن الجار يحسن إليه ولا يساء إليه ولو كان كافرا، لأن الجيران ثلاثة: جار له ثلاثة حقوق، وهو الجار المسلم القريب له حق الإسلام وحق الجوار وحق القرابة. وجار له حقان، وهو الجار المسلم غير القريب يعني في النسب، فله حق عن حق الإسلام وحق الجوار. وجار له حق واحد، وهو الجار الكافر، له حق الجوار فقط، بأن تحسن إليه ولا يصدر منك أذى في حقه أو سوء جواره. أما الانبساط معهم والاطمئنان إليهم ومحبتهم فلا يجوز للمسلم أن يود الكافر وأن ينبسط معه وأن يأمنه وأن يختلط به، لأنهم قد يؤثرون ولو على المدى البعيد عليكم أو على ذريتكم. نعم.